مرسي معكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا. 39 دقيقة الآن نسألوا عن الحملة الوطنية للتلقيح، كيفاش باش تصير في أيامات إضراب نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العموميين أيام 3-4-5. هذيك علاش معنا مباشرة الدكتورة أحلام جزارة زرقوني اللي هي مديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية والمسؤولة عن مركز التلقيح مركزيا وجهويا. صباح النور. صباح النور ريم، أهلا وسهلا بك. بالنسبة للناس اللي مواعيدهم اليوم وغدوة وبعد غدوة، هل باش تصير عملية تلقيح أم لا؟ ألوغ حسب المراكز حسب الجهات، فما حاجات متفاوتة، فما اللي باش يخدموا عادي، فما اللي الإضراب شامل. نحترم ونحن رأي الناس الكل، هو حق دستوري راهو الإضراب. دونك كيما قلت لك نحن مازلنا تو ما عندناش بالضبط شكون هم المراكز اللي يخدموا وشكون اللي ما يخدموش، لكن كيما قلت لك فما اللي تلقى فيهم الاطباء وما تلقاش الصيدلي، فما اللي تلقاهم الزوز، فما اللي قالوا نحن نخدموا عادي. دونك متفاوت سي سور كو الاضراب هذايا باش يكون عنده انعكاسات سلبيه على الحمله، سورتو اللي هما معناها مستدعين توا، يعني المواعيد هذيا كيفاش باش تتأجل وكيفاش باش اون فاكازي لي رونديفو هذو مجدد، هذا ينجمو نعرفو في اخر نهار مع نسبة الإضراب. يعني الناس اللي عندهم موعد اليوم، اللي يهم المواطن توا اللي يسمع فينا دكتورة، اللي عنده موعد اليوم وغدوة بعد غدوة يمشي ولا؟ ها قلت قاعدة انا سادي باو من المراكز، فما مراكز قاعدة تخدم. اي هو منين باش يعرف تخدم ولا؟ هي نحن بيدنا في التو المستوى المركزي ما نعرفوش بالضبط كل مركز يخدم ولا لا، ولا الطاقة نتاع الاستيعاب، ولا العباد اللي جات قادرة باش تستوعب العباد اللي مستدعية نهار اليوم ولا لا. نحن هذا من نجمو نعرفوه كان بعد شوية باش نعرفو بالضبط شو هما العدد المراكز اللي خدموا النسبة نتاع الخدمة نتاعهم. يعني المنصوح يتنقل مواطن ولا دكتورة؟ يسأل هو في جهته اللي يسمع المركز يخدم ولا لا. انا ما نجمش نجاوب تو على 49 مركز هما تو حلوا، ما نجمش انا نحكي لك تو بالمركز كل واحد خرج معناها فيها اليوم معناها خدمه عاديه والا لا. خاطر يبدو انه فما ناس اللي تنقلت تو مثلا قبه المنزه وفما اكتظاظ ومش عارفين هل يواصلوا يستناوا والا لا. هذا طبعا مركز من المراكز كما كنت تقول انت 49 مركز، ما فماش يعني معلومه متوفره على صفحات التواصل الاجتماعي والا على صفحه الحمله الوطنيه للتلقيح او الرقم الاخضر موضوع على ذمه المواطنين؟ هذه كلها يعني كلها منصات اللي تنجم تقدم خدمات عن بعد للمواطنين. أنا كما قلت لك أن المراكز يحلوا 8:30 توا 9:30 مع الناس ما عندكش حتى معلومة باش نقولوا للعباد تنقلوا ولا ما تنقلوش، المركز هذا يشتغل ولا هذا ما يشتغلش. باهي داكوردو. أنا نسألك سؤال آخر، إذا كان المواطن تنقل الموعد نتاعو اليوم تنقل فما إضراب معناها قائم، شنو هو الحل من بعد؟ تغيير الموعد؟ باش يتم تغيير الموعد بالطبيعة. يتحصل على موعد آخر سواء بالنسبة للجرعة الأولى والجرعة الثانية. كما هو معناها الموعد نتاعو معناها واضح كانوا مستدعي للجرعة الأولى باش يستدعوا للجرعة الأولى، باش يصير تأخير بالطبيعة في الموعد شوية بالنسبة، خاطر كما قلت لك إذا كان إضراب شامل تاع 3 أيام العدد اللي مستدعين والكل هذاك يلزم هما بيدهم نعاودوا رتبوا لهم المواعيد في وسط المواعيد اللي هي ديجا افكتي. باهي واضح، مش نزيد نطول عليك اكثر دكتوره احلام جزاره زرقوني، في انتظار انه انتم تتاكدوا من المعلومه كذلك وتنجموا توفروها للمواطنين. شنو باش يعملوا في الايامات هذه؟ هل يتوجهوا ام لا؟ شنو على الاقل شنو المراكز اللي مؤمنه فيها خدمات التلقيح؟ شكرا جزيلا على مداخلتك دكتوره احلام جزاره زرقوني، كما كنا قلنا هي مديره اداره الرعايه الصحيه الاساسيه ومسؤوله عن مراكز التلقيح مركزيا وجهويا.